كأنك مش سامع حاجه. انا مستني. بسرعه يا ماجي اسكتي. بس بعد اكلي بقى ايه هندي يوقع توقع حاجه. اسكتي بقى شيماء. انت اللي عاملاه؟ لا انا جايبه لكم بصراحه، بس سمعت ان المحل ده تحفه فقلت بقى لازم ادوقكم منه. من شبرمنت برضه؟ لا مش شبرمنت ده، من المهندسين. ما تقومي بقى. خلص يا ماجي. هرق خلاص، فاضل طبقين هاتهم وتعالي. هو على طول كده ماجي؟ على طول. بصي هو قمر حبيبي يا ماجي، فين المعالق؟ ما سويتش. فين المعالق؟ شايف المعامله؟ اه هايل. بس حاسس اكل ناقص حاجه. ايه؟ لا مش ناقص حاجه وكله زي الفل. انت قول انت احلى اكله بتحبها ايه اصلا؟ انا تعبت. ايه هو ولا جوزي؟ انت يا حبيبي. اي حاجه منك يا شيماء بجد. طب هو على فكره هو بيحب ياكل باميه يا اشرف. بيحب ياكل باميه؟ يا لا لا لا، عد عد انت حاطط اثنين رز. شيل واحد. جيت عند الاكله اللي انا هاكلها دي، جيت عند الطبق اللي انا هاكله. والله ما راجع. انا حاسه ازاي شيل الرز. اقسم بالله انا اسفه لجوزك. لا لا هو بيناولني المعالق محرجه جدا. لا شيماء كله ولا يا حبيبي كله. قرب لهم الترابيزه، قرب لهم الترابيزه، قرب لهم الترابيزه. يلا على فكره صاحبتي طيبه والله العظيم. بصي قمه السعاده. كده قربت الترابيزه. يا ابني قرب الترابيزه. والله ما عايز احرجك قدام. قرب الترابيزه وريني تقدر تحرجها ازاي. ما دي قمه السعاده. وريني. ان انا ابقى متجوزه واحد عسل وقمر زيك يكون مطيع كده وعادي. يعني ايه احلى من كده في الدنيا؟ ايوه. طب ابدا. يلا. المصحف لاكلك. لا يا حبيبي لا، انت عارف انت مش قايل لي اعمل لا لا ده انا هاكلك. انا مش عايز كل يا وجين. لا لا انا هاكلك. هجيب لك حاجه. بص اجيب لك بقى دي. ده الرقاق الهندي. ماشي ادوقك بقى. ايه ابلعي بس ابلعي. شطه. شطه جامده جامده. انت جايبه شطه لجوزي عايزه تموتيه ولا ايه؟ لا لا تعال. لا الاكل مشطشط جدا بجد. اه طب كلي. ده شطه. ده انا هرمي عليه دلوقتي. كلي كل حته. طب دوق كده. طب دوق 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 انت الاول. دوق انا دلوقتي اهو. انا دوق انا تعالى ناكلها مع بعض. يلا يلا تعالى بق بقك. يلا يلا يا ماجي. يلا يا نصابه ماجي دوق. قول يلا. ما انا دقت. حلو قوي. ده سمك ده ولا ايه؟ والله ما اعرف. انت بتاكل اي حاجه مش مدرك اللي داخل؟ يا تحفه بابا. انت بتاكل روجي؟ انت ما بتاكليش ليه؟ هاكل. طب لا اقوم اكلك. لو النبي اقعدي. مش عايز. طب خلاص كلي. هاكل هاكل. كلي بقى والنبي. ما انا ما اشرف اكل كان انا اكلت. يا حبيبتي. طب دي حلوه. دي دي حلوه جدا. ايه دي؟ استاذ اشرف جعان قوي. مش معانا اصلا. الف هنا يا حبيبي على قلبك. انا بعالج الشطه. الف هنا. الف هنا. كده يقولوا ان انا ما باكلكش في البيت. لا يا حبيبي. هو بيحب اكلي عشان اكلي زي اكلي. اكلك منين؟ بس كنت انت شارياه. ما انا حاساه. مش مهم. هو خايف اخد طرب. ايه؟ لا ده دي شطه. ايه دي بجد حرقه يا بابا. اذا كده فلفل. فلفل. دي فلفل. طب قولي لي يا روجي انت شكلك كده عامله دايت كده ومخبيه عليا. لا اوعي. امال ايه؟ اوعي تقولي. كل الناس واحنا ماشيين في الشوارع بيقعدوا يقولوا يا اختي هي ازاي ما شاء الله محافظه على جسمها كده؟ يا اختي هي ازاي عامله كده وسفرته وعندها ما شاء الله بنتين عرايس؟ وانت شوفي بقى امشي جنبك اقعد اخمس في وشهم واقول لي خلي بالك واديهم الخرزه الزرقاء في عينيهم. ايوه قولي لهم بقى بتعملي. والله العظيم كنا في مكان انا وشيمو وطول واش ماشيه ورايا. والله العظيم بتعمل كده. فانا مستغربه شيمو بتعمل كده. فبقول لها انت بتعملي كده؟ قالت لي بخمس في عينيهم. ليه؟ طيب ما انت هتسقطي مني. عمالين يقولوا ايه ده؟ ده انت جسمك حلو قوي غير في التلفزيون. ايه ده؟ ده انت صغيره. فهعمل ايه طيب؟ خايفه عليك يا قلبي شوشو. لا قولي لنا بجد محافظه ما شاء الله على جسمك ازاي؟ بشرب ميه كتير. ما باكلش كتير. يعني بس ما بحرمش نفسي. يعني باكل في العادي بس ما بحرمش نفسي الحقيقه. ولما بحس ان انا زدت كيلو 2 كيلو بموت نفسي بقى. بتضايق يعني. طب انا عايزه اسالك حاجه يا روجي. ايه؟ قولي لي لو اتجوزتي واحد تفس ممكن تكملي معاه عادي؟ واحد ايه؟ تفس. تفس همه على بطنه كده وعنده كرش وحالته نيله. معلش يا سمبتيل. عسل. بصي شوفي يعني في عبر الدنيا بس ده مش شربته. ده يخلينا عبه قوي. قولي لي بقى تعملي ايه لو اتجوزت واحد طفص؟
تعملي الاكل قبل ما يكمل يكون لهطه. اعمل ايه؟ لا يعني ما عايش معايا. لا ما اقدرش. سم فرام بقى، سم فرام ولا يحوق ده. ممكن يجي في حته صغننه كده جنب الكولون وخلاص يحس بس بوجع. اي يركن وخلاص ولا حاجه. لا بس لو في حب استحمله بجد. اي 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 يا جيمو الحب يصنع المعجزات. طب قولي لي بقى، بما ان انت متخصصه في المأكولات دي، قولي لي كده اكتر المأكولات اللي بتحبيها عن السعاده، عشان بس ايه عايزه اقول لك ان روجي عباره عن نوت ماشيه معانا. يعني كل جمله بعدها في مأكوله بتقول يا ريت اذا كنت سعيد فانت في عام جديد مثلا، اي حاجه لها مأكوله. قولي لنا حاجه من كده، حاجه من تواشيحك. يعني انا كتبت بوست كنت حاسه بيه قوي قوي قوي. قلت لما بتتمنى حاجة من ربنا وحاسس إن هي صعبة تتحقق وبتحصل دي سعادة، بس السعادة الأكبر إنك تحس إن ربنا بيطبطب عليك وحاسس بيك. صح. فدي سعادة. الله. صاحبتك عميقة. أيوة. أيوة أوي. طب قول لي بقى، وأنت يا دكتور أشرف إيه الحكمة اللي بتؤمن بيها عن السعادة أو في الحياة عموما؟ يعني مرة قريت حاجة عجبتني جدا، بيقول ما تقولش الدنيا مدياني ظهرها. مش يمكن انت اللي مديها ظهرك؟ صح صح. حلوة قوي دي. احكي لنا ايه اكتر حاجة عجبتك في دكتور اشرف؟ اكتر حاجة عجبتني في اشرف انه راجل جدا جدا جدا، ما جاش رسم عليا، رسم عليا شوية بس حاسس ان ايه مش دي اللي هيترسم عليها. فالمهم كان بيعمل مسرحية فقال لي انا عايزك بعد المسرح، فانا قلت هيكلمني في ايه وبتاع. فالمهم خلص المسرحية طلعت انا اركب تاكسي وماشية بسرعة، فراح تعالي استني انا عايزك. فقلت له ايوه، كنت بقول له وقتها استاذ اشرف مش عارف فيلن قوي فيلن قوي انا وفيلن والله الارقام فيلن قوي. يعني انا دلوقتي عادي بقول لها تندلي باسمي عادي عادي. يعني مفيش داعي تحطي التكليف ما بيننا. لا لا فالمهم احنا عيله بتبوس بعض قبل. انا عارف هنستنى ايه. فالمهم ايه، بصي بقى راح قايل لي ايه، انا طالع عمره بكره، كان الخميس، انا طالع عمره بكره يوم الجمعه، هروح اعمل استخاره عشان اتجوزك، ولو الاستخاره جابت نتيجه هاجي اتقدم لك على طول. انا وقفت مبرقه. ايه اللي قرر ونفذ وانا لازم ايه؟ خلاص خلاص. الخطفه دي حلوه، الخطفه والله هو جميلة. خطفني بقى. بالظبط زي ما دي بالظبط خطفك كده. ستر يا رب. لا راح اجيب سندوتش. علاها بيه اصلا، علاها بيه. انت عرفت انت حكيتش له؟ قال لي لو مش هتشطه يبقى انت حظ ونصيبي، لو طلعت عاديه هلبسها لك في وشك. ما تعزمي عليه بحاجه. الحمد لله. استني بس في عرق وفي حرام عليك انت. لا لا حاسس انه جعان. انا حاسس انه هقول لك ايه اكتر حاجه حراقه؟ لا دي لا دي لا الفلفل. ايوه ده واحده هي. لا 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 بس بقول لك ايه، انا مش عايز اروح دار الفؤاد. لا كده كفايه كده كده. والله ما هاكل، والله ما هاكل. بس الدم قدامنا. يلا خلوه ياكل. ايه اللي خلوه ياكل؟ والله لو اتجمعت هاخد حته اهو. لا اهي هاخد حته اهو. الناس الناس حته. لا اهي حته حته اهي. يلا يا ميت يلا يا ميت يلا يا ميت اهي. لا لا انت دي حته صغننه. لا لازم الفلفل ده. لا 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 اوعي مادي. مش قادر تكسفني قدام اصحابي. عيب تكسفها على فكره. ايه ده؟ على فكره دي ما فيهاش على فكره. عيب تكسفها على فكره. على فكره عيب تكسفها. لسه تقيل ورا. لا كلها كتيره كده يا مادي. افتح بقك. طب حته وحياتي مادي. وحياتي حته هعيط. لا ما انا هاكل حته. يلا يلا الف هنا الف هنا. طيب دلوقتي هنطلع فاصل لحد ما مادي يكون خد نفسه ونرجع له لحد ما مادي و
ولسه القعدة الحلوة مكملة مع دكتور أشرف زكي وروجينا حبايبي. بس دلوقتي بقى عايزين نلعبكم لعبة، تمام؟ انتوا ما شاء الله علاقة طويلة الأمد متينة جامدة، فاحنا لازم نختبر العلاقة دي عشان نطمن على مستقبلكم الأسري، أوكي؟ فأنت هتاخدي البورد الحلوة دي. أيوه ماشي؟ والقلم الجميل ده. أيوة. ومعاكي أستكتك في إيدي. أيوه اللي يقول لك غششيني عوري. هسألك سؤال يا دكتور أشرف، وأنت تكتب الإجابة وأنت يا روجي في نفس الوقت من غير ما تبص لبعض ومن غير ما تغش. ونفس الموضوع ماجي هيسأل روجينا سؤال وبرضه تكتبه، ونشوف مدى التوافق ما بينكم في إن الإجابات تبقى واحدة قد إيه. ماشي؟ كويس. اسمك إيه؟ أول سؤال لدكتور أشرف، قولي اسم مراتك إيه؟ لا. إيه أكتر حاجة روجينا بتضيع عليها فلوسها؟ ماشي وريني عادي أنا معاكي. مش خلاص؟ يلا نلف سوا مع بعضينا، واحد اتنين تلاتة، لفوا للكاميرا. نفس الموضوع نفس الموضوع. تعدي صاحبتك. تعدي تعدي يعني، ما هو كل واحد مكياج معلق. ماشي. أيوة. وقت عشان روجينا حبيبتي. أيوة يا نفس المنطقة. مش هقدر مرة واحدة بس. ها ماشي. ركزوا. ماشي. سؤالي لروجينا. يا دي النيلة. دكتور أشرف معاه كام في محفظته دلوقتي؟ في محفظة أصلا؟ ماشي. يا خلصت؟ بقول لك ايه؟ ما تضيعناش قدام الناس. لا خلاص؟ يلا. ها. واحد اتنين تلاتة لف. لا. انت كتبت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. جوزي كتب 1000 جنيه. جوزي شال محفظة يعني فترة متقدمة جدا 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 وما بيحبش الفلوس. طب هو شايلها بس واضح ان هو مدكن. يبقى النهارده مدكن بقى من ورايا. يعني الناس اقول محفظة مفيش حاجة. طب والله العظيم انا اللي اقنعته. والله منطق. والله اقنعته يعني ان هو يشيل محفظة. اخسر نقطة ولا انيش ان انا اخسر شكلي قدامي. صحيح يعني سيادة النقيب يبقى ماشي كده. هو قلتلك معايا برقتلك. صح. طب انا هسألك دلوقتي يا دكتور، قول لي ايه اكتر حشرة روجي بتخاف منها؟ يلا اكتبه. انت عارف. اكتب. انت عارف. ما هو عارف ما تغشيش. انت عارف اشرف. اكتبي. كان عندنا مشكله معاها. اكتبي. عشان ما نخسرش نقطه. كان عندنا مشكله في البيت معاها. لا كده انت بتخمي. لا انا بس لا هو كتب. لا حشره مش حيوان. يلا انت كده بتغش. حشره غير الحيوان. ده مش لا يا هو واحد. لا 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 لا, لا هو لا واحد لا. مش هنعرف الحشره. لا انا اعرف. اسمع كلامي. لا ازاي؟ لا 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 مش دول جايين يتخانقوا عندنا بقى. دول جايين في بيتنا بقى يتخانقوا. احنا ننام بقى ويصفوا قلوبهم ونصحى. يلا واحد اتنين تلاته نلف بقى نشوف. يلا. ايوه بقى برافو. هما الاثنين كسبوا على البر. حلوه قوي اللعبه دي. بس ممكن تطلقنا. والله. طب يلا بقى سؤال لروجينا. مين اخر واحده كلمها دكتور اشرف في التليفون؟ يلا اكتب. اكتب يا روجي. ما تبصش لي بقى. عارفه عارفه عارفه. ماشي يلا. خلاص يلا. واحد اتنين تلاتة يلا يلا لف لف لف. للأسف قدامي. ده اللي قدامي. ده اللي قدامي. ده اللي قدامي والله. طب ينفع تسألي تاني؟ ممكن تسألي تاني. النقطة لأن روجينا مش عارفة مين اللي بيكلم جوزها في التليفون. مش عارفة أخته الفنانة الجميلة ماجدة زكي اللي هنسمع لها تحية. ولا بنتهم مايا القمر برضه اللي هنسمع لها تحيه ونديها بوسه. اهي برضه من العيله. والله كان لازم تكسبينا. خلاص ما هم من العيله. عارفه لو حتى بره العيله ماشي. خلاص هديهم نص نقطه. ايه ده؟ انا عامل ايه؟ الناس هتفضحني بعد جد. انا بقطع طيب. كل الضيوف اللي بيقول لنا اسكت. هم العيله. خلاص نقطه روجينا. يلا بقى. صاحبتي صاحبتي. ده بيلا. السؤال دلوقتي ليك يا دكتور أشرف. قول لي مقاس جسم تروجي كام؟ يلا. لا بقى
اهو. لا بقى نكتب. ماشي كتب يلا كتب يلا نفس بقى بتنسخ 39 39 نقطة. عظمة. شفتي احنا متوافقين ازاي؟ ايوه ايوه انا مبسوط. يلا يا ماج سؤالي لروجينا. دكتور اشرف اتخرج سنة كام؟ ايه؟ اتخرج سنة كام؟ اهو يلا. انتوا كنتوا بتحكوا دلوقتي؟ اكتبوا. لا اتخرج انا ما كنتش عرفته لما اتخرج. لا حرام عليك، دي اسئلة صعبة. لا دي اسئلة صعبة، ده بيوترني على فكرة. والله ابدا ده عايز يوترني. خلي بالك هي بتتعصب كده بتوترني انا هو عايز يضرني. عايز يضرني. انا كنت اعرف هو اتخرج سنة كام؟ شفت انا عارف. انت مواليد سنة كام؟ مش دي القضية. مش جوزك. لا دلوقتي انت جوزك بيوترني انا. انا مواليد كام؟ 84. لا 85. 92. ايوه 92. خلاص نكتب كام سنة كام؟ يلا اكتبي يا روجي ما تبصلوش. طيب حاضر لسه ما اكتب انا اهو. طب والله كتب. ايوه طب كويس اهو. ايه ده اصح ده هو قالها لها بالسين. يا لهوي دول بيضحكوا علينا واحنا قاعدين. ايه ده هي ملعوبه. شوفوا هي ملعوبه. هو لا ملعوبه بصراحه. لا عمال يبص لها خالص خالص. ما جوزك هو اللي بيوترني. بس هقول لك على حاجه. انا فعلا هديكوا نقطه بس عشان خاطر حتى لو بتبصلها بس تبقى ملعوبه. أيوة. وبرده يبقى في توافق في السين. ايوه برافو عليكم. عجبتك؟ عجبتني قوي. اللي جايه وسبعه من عشره بقى ليهم مساعده كبيره. طيب السؤال بقى ليك يا دكتور اشرف. قول لي روجينا اتغدت امبارح. يلا اكتبه. امبارح كانت مسافره. معرفش انت اساسا شكلك مش فاكره اساسا. لا انت جيت شفت الاكل. خلاص بقى. لا انتوا بتقولوا كده. بتفكروا بعض. لا لا اكتبي يا روجينا. يلا عشان شكلكم هتاخدوا 10 من 10 ده احنا هنا الموضوع مكمل معانا. طب استني يا شيماء. اهو واحد اثنين. لا حاجه واحده. حاجه واحده. ما انا اكلت حاجتين يا شيماء. طب انا اكذب عليكي؟ ماشي ماشي. لو حاجه لو قلتي حاجه صح تمام. طب خلاص ماشي اكتبي. خلاص كتبت. يلا واحد اثنين ثلاثه. ورينا ورينا. لا ما تلفش الحقيقه مات. سلطة وهو كتب سوشي. اشرف انت ما شفتنيش انا اكلت ايه؟ هو انت اساسا ما بتجيش البيت عشان تشوفني انا باكل ايه؟ وانا ما انا كده بقى ما انا كده بس ثواني بس ثواني. سلطة هي المشكلة سوشي. مش كتب... في ايه الاكلة دي بقى؟ المشكلة ان هي كاتبة سطلة. ده من بقي. يلا يا ماجي. طيب سؤالي لروجينا. يا جوزك ده هيوترني. خلي بالك اقسم بالله ده جاي عشان يوترني. واخدة 8 من 10 فاضل لكم سؤالين. وانا ممكن اطلعك منه. لا وانت بتسمعي كلامي. مش عارف. طب ما يوريني سؤال. اهدى يا وريني سؤال. الى بروح. ماشي. لو دكتور اشرف ما كانش ممثل ولا نقيب. كان نفسه يبقى مقدم. كان نفسه يكون ايه؟ يشتغل ايه؟ يلا. ما فيهاش توتر دي. يلا اكتبي. ايوه اللي انت كنت بتقولها دايما. لا ما فاكرها؟ ما تغشيش يا بنتي اكتبي. اكتبي. اكتبي من غير ما نوترك اهو. انت اللي بتوترينا اقسم بالله. اكتبي يا روجينا. اللي بتقعد تقولها وتتريق وتهزر. انا كنت نفسي ابقى ايه ده؟ اكتبي. طيب مين ايه؟ وراك ده ولا ايه؟ جايبين ايه؟ يلا واحد اثنين ثلاثة. وراك! وتسعة من عشرة. لا استني النقطة الأخيرة شكلكم هتاخدوها. ده محدش قفل اللعبة. شكلكم انتوا اللي هتعملوها. احنا متوافقين. السؤال الأخير. طيب قولي قولي السؤال الأخير وشكلهم. أشرف أشرف ركز يا أشرف. هياخدوا 10 من 10. يا رب يا رب. آخر سؤال ركز. مين اللي هيسأل أنت ولا هو؟ أنا. أنت أنت حبيبتي. امتى آخر مرة روجينا راحت للكوفي؟ اوعى تغلط. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا